لغات الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن الكريم. لقد وضح لنا القرآن الكريم قصة كل نبي ورسول، وعرفنا أيضا من كتاب الله تعالى البلاد التي أرسلوا إليها. وأخبرنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أحاديث كثيرة عن أحوال الأنبياء والرسل السابقين وعن صفاتهم ولغاتهم. نبي الله آدم عليه السلام، كان آدم عليه السلام يتحدث اللغة العربية في الجنة لأنها لغة أهل الجنة، وعندما هبط إلى الأرض تحدث اللغة السريانية، وتعتبر اللغة السريانية إحدى اللغات السامية. نبي الله شيث عليه السلام كان يتحدث اللغة السريانية أيضا، وكذلك نبي الله إدريس عليه السلام، والنبي الرابع الذي كان يتحدث اللغة السريانية هو نوح عليه السلام. فهؤلاء أربعة أنبياء كانوا يتحدثون بلغة واحدة. نبي الله هود عليه السلام كان يتحدث اللغة العربية، وقد أرسله الله إلى قوم عاد، وهم من العرب البائدة الذين سكنوا الأحقاف في منطقة تقع في جنوب شبه الجزيرة العربية بين أرض اليمن وأرض عمان. ويقال إن النبي هود عليه السلام كان أول من تكلم باللغة العربية. نبي الله صالح عليه السلام كان يتكلم اللغة العربية، وهي إحدى اللغات السامية. وقوم صالح هم المعروفون بقوم ثمود، حيث سكنوا منطقة الحجر وتقع بين الحجاز والشام. نبي الله إبراهيم عليه السلام كان يتكلم اللغة السريانية واللغة العبرية، حيث كان إبراهيم عليه السلام سرياني اللسان، ولما فر من النمرود الظالم تكلم باللغة العبرية حين عبر الفرات، حيث كان النمرود يريد أن يقتل كل من يتحدث باللغة السريانية. نبي الله إسماعيل عليه السلام كان يتكلم اللغة العربية. وفقا لما ورد في الأحاديث النبوية، فإن إسماعيل عليه السلام هو أول من تكلم بالعربية الفصحى عندما كان عمره 14 سنة، وقد تعلم اللغة العربية من قبيلة جرهم اليمنية التي استقرت في مكة. نبي الله إسحاق عليه السلام أبو يعقوب عليه السلام كان يتكلم اللغة السريانية واللغة العبرية. هذه اللغات كانت شائعة في المنطقة التي عاش فيها نبي الله يعقوب عليه السلام، المعروف أيضا باسم إسرائيل، ويعتبر يعقوب جد بني إسرائيل، وهو أب لاثني عشر ابنا الذين أصبحوا أسلاف الأسباط الاثني عشر. كان يتكلم اللغة السريانية واللغة العبرية. اللغة العبرية كانت لغة العبرانيين، وهي لغة التوراة العبرية. نبي الله يوسف عليه السلام كان يتكلم اللغة العبرية واللغة القبطية، وهي اللغة المصرية القديمة، وذلك بسبب أن يوسف عليه السلام تربى طفلا في بلاد كنعان فتحدث باللغة العبرية، وبعدها انتقل إلى مصر وهو لا يزال طفلا فتحدث باللغة المصرية القديمة. نبي الله شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء، بعث إلى أهل مدين الذين كانوا يعبدون الأيكة، كان يتكلم اللغة العربية. نبي الله أيوب عليه السلام كان يتكلم اللغة العبرية، وهو من نسل إبراهيم.